مستمعين مستمعات إذاعة ما لا صوت لهم، أهلا بكم وسهلا في عدد جديد من حصتكم الأسبوعية قيم إنسانية. في هذا العدد يسعفنا أنا وإياكم أعزائي المستمعين بالترحيب بالأستاذة نبيلة إسماعيل التي ستكون معنا ضيفة هذا العدد. إذن أستاذة نبيلة، نشكرك قبلت دعوة تكوني معنا ضيفة هذا العدد. أشكركم على الاستضافة وهذا شرف لي، وأتمنى أن أكون في حسن ظن المستمعين. يصادف يوم 25 اليوم العالمي للمناهضة ضد الاعتداء العنفي ضد المرأة. هل يمكنك أستاذة أن تقدمي لنا وضعية حقوق المرأة في الجزائر؟ هذا السؤال يمكن أن نجيب عليه بسؤال آخر، هل هناك من يمكن أن يصف وضعية المرأة في الجزائر؟ لأن وضعية المرأة في الجزائر للأسف الشديد هي الوضعية التي يحومها الكثير من السكوت والكثير من الخوف والكثير من التردد من طرف كل النساء أو البنات أو الأطفال الذين يتم تعنيفهم. إذن لا أحد يمكنه أن يعطي حوصلة أو وضعية حقيقية لحقوق المرأة في الجزائر أو لوضعية حقوق المرأة في الجزائر، لأن حقوق المرأة في الجزائر من أي زاوية، الحق في الوجود، الحق في العمل، الحق في الزواج، الحق في الاختيار، الحق في العمل، الحق في الحرية، الحق في التنقل، الحق في السفر، الحق في الزواج دون حضور ولي. إذن هناك عدة نوافذ وعدة أشكال وزوايا نتحدث عنها، ولكل زاوية هناك معيار، كل زاوية بدرجة مختلفة. الحق في العمل، المرأة فرضت نفسها بجهدها وقدراتها. الحق في الاختيار لا تزال تحت طائلة الولي المنصوص عليه في قانون الأسرة. الحق في التنديد بالتحرشات التي تتعرض لها في الشارع، نحن في درجة الصفر، نحن لا نزال في درجة الصفر رغم وجود تعديل في قانون العقوبات الذي يعاقب كل من يتحرش أو من يتعدى حتى لفظيا عن على أي امرأة في الشارع. ولكن للأسف الشديد يبقى التطبيق رهينة الذهنيات، خصوصا كي تروح الطفلة تشكي بلي كاين واحد لامبيتي لو برون فوتو، البوليسي يقدر يقول لها مي مازال راكي شابه سي نورمال يوم بيتيك، خلاص معليش راه صغير، خلاص معليش هذا جون، الله غالب عليه. دونك هناك محيط اجتماعي اسري تقليدي يمنع التفتح ويمنع المراه من ان تستعمل هذا الحق في ان تلجا الى الشكوى من اجل هذا التحرش، خصوصا في الشارع، في وسائل النقل، وسائل النقل الجماعي. إذن السؤال الخاص بوضعية حقوق المرأة في الجزائر هو سؤال جد واسع واسع واسع، كل مجال فيه ما يقال. إذن كما ذكرت قبل قليل، لو نتحدث قليلا عن آخر الإحصائيات التي صرح بها الرائد بلال زواوي عن عدد النساء المعنفات في الجزائر، قد بلغت 12631 قضية بين سنة 2021 و2022، كيف تعلقين لنا على هذه الإحصائيات؟ في الحقيقة أنا لا أحب سياسة الأرقام، لأن كلنا نعلم أنه منذ الاستقلال ليس هناك أي جهاز خاص بالإحصاء الحقيقي للوقائع أو للظواهر، هي ظواهر اجتماعية. الآن هذا الرقم الذي تم إعطاؤه من طرف جهة رسمية، هذا الرقم من أين استمد؟ استمد من رقم الشكاوى أو التصريحات بالتعنيف التي أدلي بها، وهو لا يعكس الحقيقة، هو يعكس ما تم إحصاؤه بعد الشكاية أو بعد التبليغ عن واقعة التعنيف. لكن للأسف الشديد قانون الأسرة والوضعية الاجتماعية وطبيعة المجتمع التحفظي يحجب الحقيقة، لأن الأرقام الحقيقية للتعنيف أو العنف الذي يقع على المرأة هي أرقام مذهلة.
أعطيكم مثال، كم من مرأة قررت أن متزوجة قررت أن ترفع دعوة ضد زوجها أو شكوى ضد زوجها من أجل الضرب والجرح العمدي لتصل حتى إلى المستشفى، ولكن كي تلحق عند موليها ودخول بلا رايحة تشكي، موليها يقول لها يا بنتي ورايح يطلق، كيفاش كي رايح يديري مع أولادك؟ إذن المرأة المعنفة خصوصا عندما تكون زوجة وأم دائما تكون رهينة هذه الوضعية، تشكي يطلق لك، خصوصا وأن المادة 48 من قانون الأسرة يتيح للزوج أن يرفع دعوى الطلاق دون أي سبب، فما بالكم عندما يكون هناك سبب وهو رفعت شكوى من أجل الضرب. ولا يوجد في نهضر على تجربتي في مهنة المحاماة، لا توجد قضية وين المرأة شكت براجلها من أجل الضرب والاعتداء الجسدي وما لم تنتهي بدعوى طلاق، لم تنتهي بدعوى طلاق. إذن هذا الخيار الصعب بين أن تدافع على نفسها وتستعمل حقها في الحماية القانونية المنصوص عليه في قانون العقوبات، وبين خيارها بأن تبقى ساكتة عن هذه الوضعية في مقابل الحفاظ على الرابطة الأسرية، المرأة أصبحت رهينة هذه الحتمية الثانية، وهي أن السوف لو كوبل السوف لا فامي او ديتريمون دو سا بيرسون. إذا الإحصائيات هذه، الأرقام هذه هي أرقام صحيحة لكنها لا تعكس الحقيقة، لأنها أرقام صحيحة معلن عنها، والحالات الغير معلن عنها يمكن أن تشكل الضعف المتضاعف. أتعلم أن هناك إطارات سامية في الدولة، إطارات سامية في الدولة تتعرض إلى العنف الجسدي ولا تتجرأ على رفع أي شكوى، إما بسبب المهنة التي المنصب الذي تتولاه، إما بسبب تداعيات الشكوى، أو بسبب الخوف من الآثار التي ستنجر عنها. إذن هذه الوضعية تؤول دون الحصول على رقم حقيقي، كما يكونش عندنا رقم الحقيقي ما نقدرش نلقاو الحل الحقيقي لمواجهة هذه الظاهرة، بس هذه الأرقام كي تحسب عدد النساء، عدد المتزوجات، العاملات، البنات، باسكو كاين تعنيف من طرف الاب، تعنيف من طرف الاخ، تعنيف من طرف الخطيب، تعنيف من طرف الزوج، حتى التعنيف من طرف الابن. وصلنا لظاهره في السنوات الاخيره، بدات هذه الظاهره تاع التعنيف ضرب على الاصول، الكثير من الامهات تتعرضن للضرب، ترفعنا شكاوى، وكي نلحقوا لدار الشرع تقول لك هذا وليدي نسمح له، والصفح ينهي المتابعه. دونك كي تسمح له النيابه ما تقدرش تتبعه، القاضي ما يقدرش يديره في الحبس باسكو هذه ما هو سمحت له، ولكن هو عنف، ومن بعد كي تسمح له يقدر يعاود يضربها، وكي يضربها قدام الاخوه. دونك هذه تخلق جو عائلي مكهرب جد غير مستقر، وهذا ينعكس عن التربية، ينعكس عن مردودية الأسرة عن المجتمع، ينعكس عن مردودية المرأة في أداء دورها في بناء المجتمع. العنف ضد المرأة يمنع تطور المجتمع الجزائري، لأنها مسألة يرفض المختصون وترفض السلطات، ترفض منحها وإعطائها الحلول الرضعية، لأن يجب أن نفرق بين العنف الجسدي على المرأة ومنع الحق في اللجوء إلى رفع دعوى الطلاق بسبب وجود شكوى. هذه لازم نفرق بينهم. يجب أن يتم تقييد حق الزوج في رفع الشكوى في هذه الحالات، ماشي باسكو شكت يروح يطلق لها السغوتخو في دار موليها يفرقوا، بعد موليها يقولوا لها ولا طلقتي ما تجبيش ولادو، دوك لي سيباري دي سي زونفون صافي. هذا هو الديلام، هذه هي الصعوبه اللي تلقاها المراه في الحفاظ على كيانها وعلى شخصها، باسكو
لازم نخرجوا من هذه الظاهرة أو هذا التفكير على أن المرأة المرأة إنسان كيان مكتمل عقلا وجسدا وروحا وعاطفيا. On n'a pas le droit de considérer que la femme est un complément. راه يتكمل الزوج، راه يتكمل الأخ، راه يتكمل الأب. هو كيان قبل كل شيء، كيان له الحق في الاحترام، له الحق في في الكرامة، له الحق في السلامة الجسدية، في السلامة العقلية. دونك هناك نوع من الضغط على المرأة، وهو الضغط النفسي، الضغط العاطفي. قانون العقوبات يعاقب على هذا النوع من العنف المعنوي. هذا هو العنف المعنوي. العنف المعنوي سي دو طول طون ميتر لا فام تحت التهديد بالطلاق، تهديد تعطيني الصالير تاعك ولا نلحق من الخدمة. كم من مرأة تعيش هذا الضغط من طرف الأخ أو الأب أو أي قريب، ما نخليكش تروحي تخدمي ولا ما تعطينيش السالير تاعك. هذا ضغط معنوي، تعنيف معنوي. الو تعطيني تصرفي على الدار ولا ما كاش ما نخليكش تخدمي. الو كو قانون الأسرة واضح في هذا المجال. أجرة المرأة هو مالها، ذمتها الشخصية. علاش العصمة راهي في يد الرجل؟ العصمة في يد الرجل لأن النفقة على ذمة الرجل. مهما كانت ثروة المرأة، مهما كان أجرها، تحب تصرف على الدار تصرف، بصح أني با أوبليجي. ما لازمش تصرف تحت التهديد بلي لو كان ما تصرفش على الدار ما يخليهاش تخدم. قانون الأسرة وضع شروط في عقد الزواج، وضع باللي المرأة كي تجي تتزوج عندها الحق تدير شروط في عقد الزواج، من بين هذه الشروط تخدم. ومن بعد في حالة ما إذا منعها، تذكروا بهذا العقد إلا سيني ما يقدرش يتراجع عليه. دوك كل هذه الزوايا، رأيتم أن الموضوع جد مهم لأنه ينظر إليه من عدة زوايا. ولكن بما أننا في زاوية حقوق المرأة، فهناك عدة أشواط تم خوضها، يعني بوكو دافونسي، ولكن التطبيق يبقى رهينة المجتمع، رهينة نظرة المجتمع للمرأة. ماما أمان بيتي في الطريق جلي بخي أون فوتو نحجتكي وين روحي؟ لا لا بصح لو كان كلاسي وها ثاني عاودي با مناسي بلوس ثاني لو كان لا بوليس ما يعطونيش لا سويت يجي يقول بلي ما كاش منها. سي بور سا حنا ولينا نقولوا بان التصوير، واحد يجي يتعدى عليه نصوره برا، التصوير في المكان العام ليس سي اون بروف. التصوير ممنوع في المكان، في الاماكن الخاصه دون علم صاحبها. انا يجي واحد يوم بيتيني نرفد التليفون جو برون فوتو دليل جا يوم لي فوني مون بيتي دونك جو ديبوزي بلانت اي لو ريكونيتر هاو ليك لا فوتو تاعو جا ضربني هاي ليك لا فوتو تاعو. دونك ميتنون كيليا سو مويان هو دليل ضعف المراه يسمح لها ان تستعمل كل الوسائل اللي راهي في حوزتها. لو بورتابل كونت كلكان في ان اكسيدون جو دوا دو بروندر اون فوتو سون لو ماتريكول تاعو لو كان يهرب راني عندي الماتريكول تاعو الى كومي ان ديلي دو فويت نحكمو بالماتريكول. دونك واحد يجي يتعدى عليا جو لو برون فوتو ما كاش وين يهرب. دونك لا بليت دو ايت اكسبتي. دونك الاجتهاد القضائي او اجتهاد المشرع لازم يروح دون سو سونس، تسهيل وسائل الاثبات للمراه لتاخذ حقها في وتمنع هذا التحرش. علاش لي فول دو بورتابل نقصوا؟ باسكو لي فول دو بورتابل دونك يا لا تراسابيليتي بالجي بي اس اللي كاين في البورتابل بلا ميم يطفيه، يا نيميرو عند لابوليس يعرفوا شكون داه وراه الى لوكاليزاسيون يعرفوه. علاش ما نخلوش المراه كونت اليوم بيتي في الطريق البرون فوتو والونجيستر والفيلم اي سي اون بروف؟ تما لو كان نبداو بهذا الشيء بلو بيرسون فون بيتي بنت الناس. وكي تلقى تقول له واسكو تقبل اختك يديروا لها هكذا، اختي راهي في الدار دو كال دوغ سي با ان اوبجي. كي جاوبها انا اختي راهي في الدار وما تخرجش، اختك هذه سي با ان اوبجي، ما عندكش الحق تقول سي با اون ريبونس، ماشي ملكيه خاصه. دونك حاله المراه او حقوق المراه
الكثير من الحقوق مضمونة دستوريا في قانون العقوبات، يأتي قانون الأسرة باش يرجعها للعصر الحجري، بس قانون الأسرة يعكس ليبوكريزي تاع السلطة. كل القوانين عرفت التعديل إلى قانون الأسرة من 1984 ما زالوا هكذا، تعدلوا 2005 كي وسعوا من حق النفقة والحضانة والولاية ترجع للأم، مي كيسيون تاع الزواج والخطبة و و و و وكل هذا مازال ندور في حلقة مفرغة. دونك أنا أعتقد أن لا يكفي أن نقرر تاريخ معين لنسميه اليوم العالمي لمناضحة أو لحقوق المرأة أو لمناهضة العنف ضد المرأة. يجب أن تكون هناك وسائل حماية فعلية ووسائل رضعية لكل من يتجرأ. إذن هل هناك متابعات قضائية وإجراءات ردعية ضد كل معتدي على النساء؟ في الحقيقة سبقت وكأني جاوبت على السؤال قبل أوانه. الإجراءات موجودة، المتابعات موجودة، ولكن المشرع إلى با المشرع إلى تخبيك ستنسبري دوم. تفكير المشرع جاء بخلفية الرجل، بخلفية الرجل وربما خلفية المحافظة على الأسرة. لماذا؟ السؤال الأول كي يمتثلوا أمام القاضي من أجل ضرب والجرح، زوجة رفعت شكوى ضد زوجها من أجل ضرب والجرح. السؤال الأول مادام تسمحي له كي يكونوا الدراري بيناتهم كي طرح له السؤال تسمحي له ولا ما يوليش؟ وي تسمح له. دونك تحبس الإجراءات، تحبس الإجراءات. بصح كي تكون العقاب تجي تقول أنا ما نسمحلوش ربني قدام ولادي، لا تروماتيزي مي زونفون، كسر الدار، كسر المعان، وسبني وطيحني ودارو دارو دار. يقول يا دي فام ال تيان لو كو ال فون جوسكو بو، يروحوا إلى آخر المطاف. قول لك أنا جوني مار، اسكت، كي كانوا ولادي صغار دوك عادي يضربني قدام ولادي. كاين حتى بعض الحالات وين الزوجة تجيب ولادها سورتو كي يكونوا صغار ويشهدوا، وقانون العقوبات تعدل، قانون العقوبات ياخذ بعين الاعتبار بشهاده الابناء، باسكو العنف راه يصرى في الدار، ما تجيبش دي تيمون برا. دونك كي تعدل قانون العقوبات في الباب الخاص بالضرب والجرح، تعدل في بعض المواد الخاصة بالاعتداء على المرأة، قال لك حتى شهادة الأبناء يؤخذ بها. دوك كاين نساء يقول لك أنا خلاص جوني مار، غير يضرب فيا، يدخل سكران يضرب، يدخل ضرب زوج كيرو، يدخل ما عجبوش الماكلة يضرب. دوك سي ديفنو ان سبور، يضرب مرتو سي ان سبور. يقول لك بصح سا تروماتيزي مي زونفون دوك جو في ديبوزي بلانت، يروحوا جوسكو بو. بصح النتيجه وشنو؟ صح يعاقبوه 6 أشهر عامين افيك سورسي، ما يدخلوش الحبس ديراكتومون الا اذا ادى الى عاهه مستديمه، ضربها بالموس ولا عماها ولا كسر لها حاجه، تما يدخلوه الحبس. كونت سيا اون انكاباسيتي كي ديباس 15 جور، ضربها بسلاح ابيض ولا كسر لها حاجه ولا هذه فيها الحبس. ولكن كي يعطوا له 6 mois avec sursis une année، زعما يقول لك عندك une année avec sursis، عندك 5 ans لو كان تعاود تدور بها ولا تضربها نعاودو نرفدوك، نطبقوا لك الاولى والزوجه، سيتيغ يطبقوا عليها عقوبتين تاع sursis واللي تولي فيرم. واش يدير؟ يخرج من دار الشرع يطلق لها. دايور اي ريبوند يقول لك 5 سنين هذه ولقعت معاها، يخرج يروح يطلق. دونك فوالا بوركو بوكو دو فام غنص جي تسمح له، مي بو دو فام يروحوا جوسكو بو، يجيبوا حكم بالادانه وعلى بالهم بلي هما رايحين للطلاق. ومن بعد هذاك الطلاق كي نجيبوا حنا الحكم بالادانه نقولوا دعوه الطلاق تعسفيه باسكو سي فونجي كي شكات به، تما اون اوبسيون تعويض معتبر عن الطلاق التعسفي باسكو باين بلي سي فونجي دال باسكو شكات به. مي شحال من مرة على ايتي جوسكو بو؟ تري بو. كي ترفد نسبة معينة دو 80% تاع النساء المعنفات تلقى ما با 10% كي فون جوسكو بو.
ميم با دي باسكو وحده تقول لك انا كي طلقني صافي يعود يدي ولادي لي فيولون في الدوغ د فيزيت يدي ولادي صافي هذيك لا فيولونس كي يضربني فيهم يعود يضرب ولادي دونك تقول لك جو لاسون بين قاعد معاهم نصبر يا كاين نوتر فينومين نوتر فينومين سي هاد العنف اللي راه يصرى في الدار واش يرتب عليه واش يترتب عليه يترتب عليه كوارث من ضمن هذه الكوارث هو ان العنف يتم بحضور الابناء كيفاش حبيت يقرا طفل كيفاش حبيت ما يوليش عنيف في المدرسه كيفاش حبيت ما يعنفش الزميل تاعو ما يعنفش الاستاذ تاعو كونت ليكزامبل تاعو اللي راه باباه راه يضرب في يماه لي دو بيرسون لي بلو شير في قلبه لي بلو شير عنده في حياته راهم يضربوا كيفاش يخرج هذا الطفل وترميه لا سوسيتي يولي عنيف باسكو العنف ايتي جوستيفي تم تبرير العنف باسكو راه يصرى اونتر دو بيرسون لي يحبهم دونك حتى هو يعود يضرب الناس اللي يحبهم يعود يضرب اللي ما يحبوش يضرب طول الموند وهذا خطير جدا سي بور سا يجب التكفل بالاسره وحمايه المراه لحمايه الاسره باسكو كي قال لك تربيه الام هي بناء المجتمع اللي قالها ما غلطش باسكو كي تكون الام متساويه تربي اجيال متساويين وتقوم بالدور تاعها وتكون فعاله في المجتمع فعاله في الاسره ولكن كي تكون الام تدخل المراه تدخل من الخدمه راهي خايفه واش يستناها في الدار بطات او يستناها العنف اللفظي العنف تقول لك الجيران كامل سمعوا حل الطاقه وبدا يسب فيا ويطيح كل هذا لا يبني مجتمع دوك يجب التفكير في وسائل رضعية تضع حد لهذه الحرية في العنف وتحمي الأسرة في نفس الوقت.